أننا لا نستطيع أن ندرك هذا الموضوع في جلسة واحدة، وفقط يمكن أن نكتفي بلمحة عامة، لكن أريد أن آخذ وعدا من الجمعية بأن تتبنى سلسلة من الحوارات والندوات المتتالية للحديث عن الدستور والمحاماة والقضاء وأيضا عوائق العدالة في مصر، من أجل أن نحقق أكبر فائدة مرجوة من حوارنا واتصالنا وتواصلنا. فأنا من الذين شرفوا بزمالة الأستاذ رابح في كلية الحقوق، كنت أكبره في السن، وأيضا كنا جيران في مركزنا، وكنا نلتقي بين الفترات المختلفة، فاستفدت كثيرا من أدائه ومن أدبه وعلمه، كما استفدت أيضا من فترة وجودي في البرلمان أو في مجلس الشعب في الفترة من 95-2000، والتي كان يترأسها ويرأسها هذا الرئيس الجليل الجالس بيننا. وأنا أزعم أيضا أنني استفدت استفادة كبيرة من هذا البرلمان ومن حواراته ومداخلاته ومناوراته، ورغم كل القيود ورغم كل الإشكاليات التي كانت تفرض نفسها على الحضور. أيضا أعرف المستشار أحمد منصور قاضيا رفيع المقام، كان لي شرف الحضور أمامه في كثير من الجولات القانونية. ثم التقيت المستشار عبد العزيز سلمان بشكل مركز في لجنة الخمسين، وأعتقد أن احنا اقتربنا كثيرا في تعميق هذا المشروع في ذلك الوقت الدستور المصري. وليس غريبا أن يكون المستشار عبد العزيز أحد الذين كان يعاونوني في صياغة المادة 198 و98 و35 النصوص المتعلقة بالمحاماة. وأنا شخصيا استفدت من مداخلاته ومداخلات ورؤياه ورؤى كل زملائي. لكن أيضا في إطار المقدمة العامة، أصبح الحديث عن المحاماة والقضاء يحتاج ابتداء إلى نشأة حقيقية مشتركة. فأنا الأوان ألا تظل كليات الحقوق كليات منفتحة الدراسة، بمعنى أن تقدم فقط الثقافة القانونية الموحدة، وإنما يجب إما أن نخصص كليات للمحاماة والقضاء، أو نخصص أقساما داخل كليات الحقوق للمحاماة والقضاء. وهذا الأمر الآن أصبح في غاية الأهمية. ما ينفعش الثقافة الواحدة العامة تدرك القاضي في أداء لرسالة القضاء، ولا المحامي في أداء رسالة المحامي، وإنه مجموع ما نحصله في الكليات كليات الحقوق المختلفة لا يكفي وحده لكي يجعل القاضي قاضيا ولا المحامي محاميا، وإنما نحن في حاجة إلى أن نهيئ المحامي والقاضي التهيئة النفسية وأقول النفسية والعلمية والقانونية والعملية، من أجل أن يكون قاضي ومن أجل أن يكون محامي. يجب أن يهيئ القاضي نفسيا في أنه سوف يكون في يوم من الأيام على منصة الحكم يحكم بين الناس، فيجب أن يكون في حالة التوازن النفسي الكامل التي تحقق أكبر قدر من التوازن الذي يمنح العدالة القيمة الحقيقية المطلوبة. وأيضا يجب أن يدرك المحامي نفسيا أنه يدافع عن حقوق الناس وحرياتهم، وقد تضيع حقوق وقد تضيع أرواح إذا ما أهمل أو قصر في أداء واجبه والتزامه، فيجب أن يعد نفسيا لأداء هذه الرسالة وهذه المسؤولية، بجانب الإعداد العملي والإعداد النظري اللازم للمتخصصين في القضاء وفي المحاماة. ويمكن حديث لجنة القطاع القانوني، وأنا يعني أقول هذا وأنا في غاية الانزعاج، إنه أنا أثرت هذا الكلام في أكثر من توقيت ولم أجد استجابة حقيقية. يعني لا أعرف ما هي مصلحة في ألا تكون للمحاماة والقضاء أقسام متخصصة داخل كليات الحقوق. أنا لا أرى أن في سبب أو مبرر علمي أو حتى مادي يمكن أن يمنع هذا التنظيم وهذا التنسيق
من أجل أن نؤهل أو نخرج أجيال قادرة على أن تمارس هذه المسؤوليات وهذه الرسالات بالقدر وبالحجم اللي المجتمع يحتاجه. إحنا فعلا في حاجة إلى قضاء عادل ومستقل، وأيضا في حاجة إلى محاماة مستقلة رفيعة المستوى تؤدي دورها في الدفاع عن حقوق الناس وحقوق الوطن. لا نستطيع أن نهيئه بالصدفة، ولا نهيئه بمناسبة الالتحاق بنقابة المحامين أو بمناسبة الالتحاق بالقضاء. لابد أن يكون هناك تهيئة سابقة. هذه التهيئة تقتضي أن يعاد النظر في نظام التعليم الجامعي ما يخص رسالة العدالة من محاماة والقضاء، وده بالقطع وبطريق اللزوم يمكن أن يستبعد كل ما يمكن أن يعلق بكليات الحقوق من ملاحق متعلقة بالتعليم، مفتوح أو غير مفتوح، كأننا نزيد الأمر مشكلة أو مشكلات ونعقد الأمور بغير مقتضى وبغير حاجة حقيقية. المجتمع المصري ليس في حاجة إلى مئات الألوف من المحامين ولا مئات الألوف من القضاء، وإنما يحتاج إلى نخبة من القضاء ونخبة من المحامين. كيف نهيئ المناخ لكي نستخرج أو ندرك هذه النخبة؟ هي دي المسؤولية الحقيقية التي يمكن أن نتطلع إليها. أيضا الحديث عن المحاماة والقضاء مش بمناسبة الدستور، ده قبل الدساتير. المحاماة والقضاء بينهما تلازم ولزوم متبادل. لا يستطيع القاضي أن يحكم بغير محاماة، بغير دفاع أمامه. لا يستطيع القاضي أن يحكم بالعدل بغير وجود دفاع حقيقي أمامه. ولا يستطيع المحامي أن يؤدي دوره الحقيقي في الدفاع وفي كفالة هذا الحق للناس وللمواطنين ما لم يكن هناك قاضي واعي ومستقل أمامه يدرك دعواته ويصل إليها. وكانت المحاماة والقضاء في ولد أو تلازم في الميلاد وفي النشأة وفي المسؤولية أيضا وفي التلازم. مش من التاريخ بس إن إحنا نقول إنه أول رئيس لمحكمة النقض كان تاني نقيب للمحامين عبد العزيز باشا فهمي، ده مش تاريخ بس، لكن بيؤكد الدلالة في العلاقة بين المحاماة وبين القضاء. وأنا لعلي أذكر يعني واقعة تاريخية تؤكد هذا التلازم بين الأسرتين. بعد الحرب العالمية الأولى ما صار من غلاء وارتفاع للأسعار في ذلك الوقت في مصر، وقلت وارتفعت الأسعار وظلت رواتب القضاء على حالها، الذي طالب بزيادة رواتب القضاء أم محمد، الذي طالب وأعلن وتمسك بضرورة أن تزاد هذه الرواتب للمحامين. لا القاضي شعر بالحرج من أن يطلب المحامي ذلك، ولا المحامي شعر بأنه يتطفل عندما يطلب هذا الأمر، لأن المحامي عندما كان يطلب هذا أو المحامين عندما طلبوا هذا المطلب، وإنما هم يدركون أن هذا من لزوم العدالة أن نوفر للقاضي المناخ الاقتصادي أو الحد الاقتصادي الذي يجعله في منطقة آمنة من أجل أن يحكم بالعدل ومن أجل أن يفصل بين الناس أو يفصل بين الناس بما يقتضيه القانون ولما يقتضيه قواعد العدالة المختلفة. هذا التلازم وهذا اللزوم يجعلنا أمام قضية في غاية الأهمية. لابد أن يشعر كل طرف بأهمية الطرف الآخر. لن تنمو أو لن تصح القضاء ولا المحاماة إلا عندما يدرك القاضي أنه صاحب مصلحة في محاماة مستقلة صحيحة كريمة، ولا تصح المحاماة إلا عندما يشعر المحامي أنه صاحب مصلحة في قضاء مستقل يحافظ عليه ويدافع عن استقلاله ويدافع عن بقائه ووجوده ويحترم كل قواعده المختلفة التي ترتب هذا اللزوم وهذا الارتباط. لعل دستور 2014، وأنا شخصيا أنضم وأختلف مع الأستاذ أحمد منصور فيما قيل بشأن الدستور. دستور شهد كثير من المفارقات الصعبة، وأنا يعني من المؤمنين أنه هذا الدستور ولد في ظل ثورة مركبة، في ظل مناخ معقد،
في ظل نظامين في ثورة واحدة، استحقاقات طائفية وفئوية ضاغطة في كل المستويات، شاهدنا ذلك في كل الأروقة، في كل أروقة لجنة الخمسين كان هناك صراع مجتمعي حول الوجود في الدستور، وكانت لجنة الحوار المجتمعي من اللجان الهامة اللي لمست هذه الخطورة في الطلبات وفي الإجراءات. ولذلك لا نستطيع أن نلوم دستور، وإنما يجب أن نقدر مسؤولية هذا الدستور بحجمه. أنا شخصيا من الذين يؤمنون تماما أن هذا الدستور بالنسبة لي ومن وجهة نظري لم يكن دستورا دائما، وإنما كان دستورا لمرحلة انتقالية ما بين عدة أنظمة. انتقلنا من نظام مبارك إلى نظام الإخوان إلى نظام جديد ثالث مختلف عنهما. كان بطريق اللزوم أن تأتي موائمات ومداخلات وترتيبات ومراجعات تخل بمبادئ جوهرية قد تكون جوهرية في الدستور، وتجعلنا نكسل من الحديث عن التفاصيل، حتى إن الدستور كان يكفي في ذاته لتطبيقه دون حاجة إلى تشريع كما قال الدستور. فعلا وضعنا نصوصا دستورية من حرص، بشدة حرص الحريصين من أعضاء اللجنة على أهمية ما يصدر من نصوص، كنا ندقق في كتابة التفاصيل من أجل أن نصل إلى الغاية التي نريدها. حتى الآن الدستور المصري، هذا الدستور المركب، لم يتم ترجمته ترجمة حقيقية على مستوى التشريع، وبالتالي نحن في حاجة إلى إعادة نظر في كل الدستور المصري، كل الدستور المصري، ليس بمناسبة التعديلات الدستورية الآن، وإنما أتحدث ولو بعد ذلك أن يعاد النظر في كل المقومات المختلفة من أجل إعادة صياغتها صياغة حقيقية تجعل للقضاء مقامه ووحدته واستقلاله، وللعدالة شؤونها، وأن تضع أيضا خطا فاصلا بين القضاء الجنائي العسكري والقضاء الجنائي المدني، وأيضا إذا كنا نبحث عن وحدة القاضي الجنائي فإننا يجب أن نبحث عن وحدة القاضي العام دون مساس ودون تقسيم إلا في إطار داخلي دون انفصال بين هيئات مستقلة مختلفة في بنيان واحد قد يكون هرميا وقد يكون متفرع وله أفرع متعددة. لكن في النهاية نحن في حاجة إلى أن نعيد النظر في كثير من أمورنا وشؤوننا، لكن في ذات الوقت نحن لابد أن نؤكد على أننا في ظل أي تغيير، في ظل أي مبحث جديد، في ظل أي رؤية جديدة، يجب أن نحافظ على ما وصلنا إليه من مكاسب لسلطتنا القضائية ورجال القضاء، ويجب أيضا أن نحافظ على ما وصلنا إليه للمحاماة من مكاسب. انتهى هذا التلازم وهذا اللزوم بمنطوق المادة 198 من الدستور عندما قال أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي على استقلال. إذن هذا العنوان يجب أن يعد صياغة تشريعاته بالشكل الذي يحقق أهدافه وغاياته الدستورية دون أن نتزايد فيما لا يجوز التزايد فيه، ودون أيضا أن ننتقص ما يجب ألا ننقصه. أنا أعلم أنني قد جاوزت المدة الزمنية المحددة للحديث، لكن هذا اللقاء أو هذه الندوة أنا أطلب من رئيسها أن يعدنا الآن في أن تكون هناك سلسلة من الحلقات حتى نستطيع أن ننهي كل القضايا أو نضع أغلب القضايا الهامة لنرجحها. شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع.